بدأ الإعلام الإيراني التابع للمرشد بمهاجمة الرئيس الجديد مسعود بازشكيان، متهما إياه بالاستعانة بما وصفتهم بالفاسدين والأدوات الأمريكية. صحيفة كيهان التي تدار بإشراف ممثل المرشد اتهمت كذلك بازشكيان بأنه محاصر من قبل مدانين أمنيين وأصحاب السجلات الإجرامية للسيطرة على الحكومة المقبلة. وركزت الصحيفة في هجومها بشكل خاص على وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف، الذي تم تعيينه رئيسا للمجلس الاستراتيجي لاختيار حكومة بازشكيان الجديدة. واتهمت الصحيفة ظريف بأنه يتضرع للأمريكيين ليتم السماح له بالحديث عبر الإعلام. وطالبت الصحيفة بازشكيان بأن لا يسمح لهؤلاء الأفراد بما وصفتهم بالفاسدين بالاستمرار في لعبتهم السياسية. واعتبرت الصحيفة أن الرئيس الإيراني يمثل الأقلية، حيث لم يصوت له سوى 25%، وأنه حصل على أقل نسبة أصوات من بين جميع الرؤساء الإيرانيين. من طهران ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين رويوران. أهلا بك دكتور. يعني بداية، هذه الانتقادات التي يعني نسمعها، هل تشي عفوا بأننا أمام مرحلة جديدة؟ وإلى أين ممكن أن تؤدي هذه الأصوات في حال استمرت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية، في تصوري أن ما يقرأ في الصحف المحافظة ضد فريق بازشكيان، يعني الرئيس المنتخب، يعني هو ضمن إطار المناكفات الحزبية التي تعودت عليها الساحة في إيران. هذه المناكفات لن تغير من الواقع شيئا، رغم كل الانتقادات التي تجري ضد السيد ظريف أو بعض الشخصيات الأخرى في المجلس الاستراتيجي الذي سيقترح أسماء للوزارات على السيد بازشكيان ليقوم باختيار أحد الأسماء لكل وزارة. ضمن هذا الإطار، يعني في تصوري أن ما حدث اليوم من لقاء بين النواب الجدد للبرلمان الإيراني مع المرشد، ودعوة المرشد للمجلس للتصويت على ما يقترحه السيد بازشكيان، هو يعكس حقيقة أن المرشد يدفع باتجاه تعاون واسع بين القوى التشريعية والقوى التنفيذية بعيدا عن هذه المناكفات الحزبية. ولكن برأيك، هذه المواقف اليوم والانتقادات برأيك ألا تحمل رسائل عابرة للحدود تصل إلى ربما أمريكا على أبواب الانتخابات المرتقبة؟ يعني هذه الأصوات الإيرانية ربما تحمل الكثير من الرسائل. يعني أولا، السيد ضريف هو ليس مرشحا الآن لأي منصب وزاري، هو مستشار للسيد بازشكيان ليس إلا، ومن سيتم اقتراح أسمائهم على المجلس لتولي الوزارات هم أشخاص آخرين يجب أن يكونوا على درجة من القبول بحيث يقبل بهم البرلمان. ضمن هذه الرؤية، يعني في تصوري أن المسألة ليست معقدة بشكل كبير جدا، لا، الموضوع واضح أن على السيد بازشكيان أن يقوم بتشكيل الحكومة بعد ما يقارب الشهر أو شهر وعشرة أيام.